حيلك رحمة الله. ما تعبانة؟ لا. الحرارة هاي؟ ما أحس فيه. ها؟ شنو اللي جبرك هسه هني أنا موجودة بآخر مكان بالعراق؟ ما أدري. أنا مريضة السنة. ها؟ بدي أروح للطبيب. لحسين طبيبك؟ قاعد نسالف أنا والحجي. إيه. أروح لا، نوقف لا، كلاتي هالقدوتها صايرة. آخر شي خل روح هذا طريق الحسين هو طبيبي. ما أريد أروح. وجيت اليوم اللي من يوم 13-14 لحد الآن. لحد الآن؟ لحد الآن. الحمد لله. ما تحسين شي مرتاحة؟ أقعد بالليل الساعة بالثنتين. إيه. بالوحدة بالثنتين، ثنتين ونص أعجين. إيه. ساعة بالأربعة، أربعة وربع أوصل لهنا، أربعة ونص أوصل لهنا، أصلي وأطلع. صلي طلعين لنا على عمود يسوين خبز الزوار. اليوم جت الساعة بثلاثة، ماكو حد كان. ماكو حد. أي. أنت هنا من يخلصون الزوار آخر زائر هنا تحولون للطريق اللي. أحول لا أمشي بمشي بالستوتة ويا المشاي. أخلص المشاية لحد السيبة، فوق من السيبة أصعد أروح للنجف. أدي موكب ثاني بالنجف. ما هذا تعب عليك أنت مرة كبيرة. ماكو تعب. وانا كنت تعب والله العظيم ماكو تعب كلها على مود الحسين اي ما نحس بالتعب كلها على مود كلها على مود زينب سلام الله على زينب شنو اللي انطوها بالدويل بالعراق باي مكان يوم انطاها قلاص ماي ماجوره نريد نواسيها ونريد نمشي يعني انه سيرتها لا تنقطع واسال الله ان شاء الله يعود الجميع ويعود امه محمد ويمشون على هذه المسيرة مأجورة الله يرحم والديك الله يوفقك هاي المشاهد ما راح نشوفها بغير مكان راح نشوفها هنا بس بالعراق يم هاي الناس الفطر هاي الناس الخيرة الحمد لله اللي عايفين شنو كل شيء عايفين راحتهم وعايفين أهلهم وبيوتهم وجايين هنا رغم الظروف المناخية القاسية هاني ساعة هنا تنقعت من الرطوبة الموجودة وهي تقولك أنا أجي من ثلاثة أجي من ثلاثة أرجع الساعة بيدا عشي دا عشي ونص يم تمام شي آخر زاير أخلي قدامي وأمشي لازم أنت هنا تطين الآخر زاير موجود وبالليل هم نفس الشيء آخر زاير ناخذ طويلة بالستوتة وإحنا ماشيين هاي الستوتة تشد ناخذ وإحنا ماشيين وماي ويانا وعلى طول الطريق لما نوصل الحمد لله والشكر ماكو وصف ممكن نضيفه على كلام خادمة الحسين خادمة زينب هاي المشاهد بس بالعراق ممكن نشوفها